بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله جل جلاله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ومن أسمائه جل جلاله القيوم، فالله عز وجل هو الحي القيوم، كما أخبر عن هذا الاسم العظيم في أعظم آية في القرآن العظيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكل شيء في هذا الكون لا يقوم إلا بالله جل جلاله، والله عز وجل قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته. والحي القيوم جعل هذه الكعبة الشريفة قيام للناس، كما قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فهذه الكعبة جعلها الله قيام للناس في دينهم، فما دامت الكعبة باقية فدين الناس باقي. جعل الله عز وجل الكعبة قيام للناس في أبدانهم، فما دامت الكعبة باقية فالحياة باقية، وإذا سقط بناء الكعبة قامت القيامة. جعل الله عز وجل الكعبة قيام للناس في أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذه الكعبة التي جعلها الله عز وجل قيام، رفع قواعدها خليل الله إبراهيم، أمره الله بتطهير هذا الحرم والبيت وما حول البيت. وإن مما وفق الله عز وجل له حكومة المملكة العربية السعودية هذا العمل العظيم في خدمة هذا البيت وخدمة هذا المسجد الحرام. هذا البيت أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض، فوفق الله عز وجل له حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في هذا العمل العظيم الجليل من عمارة هذا المسجد وتوسعته والقيام على شأنه وتطهير ساحاته وتهيئته للمصلين وللطائفين وللمعتمرين وللحجاج. وهذا أمر لمسه الناس، وفي مثل هذه المناسبة فإننا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء، وأن يبقى هذا البيت عامرا بأهله من المصلين والعباد، وأن يجزي من قام على توسعة هذا المسجد وعمارته وتطهيره وشؤونه وخدمته خير الجزاء. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. إخواني الأكارم الأفاضل، هذه الدنيا وهذه الحياة للإنسان جعلها الله سبحانه وتعالى لها بداية ونهاية، فبدايتها مع الإيمان، ونهايتها إنما تكون مع عصيان ابن آدم وعدم وفائه للعهد الذي أخذه الله عز وجل عليه. فالطاعة سبب لبقاء الدنيا، والعصيان والكفر بالله أيضا سبب لما يقابل البقاء. ومن الأمور التي ربطت بهذا الأمر ربطا واضحا، ومن العبادات العظيمة التي أداؤها ربط به بقاء الحياة وبقاء الدنيا، عبادة الحج.
هذه العبادة الفريدة التي لا تؤدى إلا في هذا البيت وفي هذا البلد الحرام، ولها أعمال لا تؤدى إلا عند البيت من الطواف والسعي، فكان هذا العمل الجليل العظيم الذي جعل سببا في بقاء الحياة من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن إكرام الله جل جلاله لهذه البلاد، لحكومة المملكة العربية السعودية أن تقوم بخدمة هذا الحجيج وتيسير الطريق الآمن له وتوفير ما يعينه على أداء هذا النسك، فإذا بها بهذا العمل تحمل أعظم راية أمن وسلام للدنيا بأكملها، وليس فقط لبلد واحد بل لأهل الأرض كلهم، حينما يقوم الأمر على خدمة هذا الوفد الكريم، وأن تقوم هذه الشعيرة حتى في مثل هذا الموسم الماضي مع ما كان من هذا الوباء العام، إلا أنه بفضل الله عز وجل ثم بتلك الجهود المباركة قام نسك الحج وأديت مشاعر الحج، وهذا أمر عظيم يذكر للتأريخ، فأسأل الله جل جلاله أن يجازي القائمين على هذا الأمر العظيم كل خير، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.